طاجين الدجاج دير على حساب افراد العائله اربعه خمسه ولا هي وما عندها في البيت، تغسلوا مليح تنظفوا، دير درسه تاع الثوم بلب شويه اخت حياه نحب الحر دي شويه مسك نعم شويه فلفل دريس، دير درسه تاع الثوم مليح ودير شويه فلفل دريس، دير الملح فلفل اسود ودير شويه غابي باتي لاصوص شويه ثقيله وتخليهم يتقلاو مليح 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 مليح، لما يتقلاو دير الحميصه ودير الحمار هاي في السيتين الفلفل العكري اللي هو الحمار ودير شويه كونسونتري شويه نص مغرف تاع قهوه كونسونتري وتمرق قويش الماء بزاف باتي لاصوص عقده لما يطيب وتجي ديك لاصوص شويه عقده تكون مغالية البيض يعني للديكور بيض مغالي ديري في الصحة التقديم ديري لك الصوص تكون شوية قليلة وعاقة ودير البيض من الفوق تقسمه على زوج شهية طيبة نمروا للكخان ديسير ولا البسبوسة يعني نمروا البسبوسة دائما نحضروا نعاودوا نقول لك الخبز لاشابلور اللي ما نرموهاش لأن الخبز نسحقوه في أي وقت في اي بيت نسحقوا نعم. لا لا نعملوا البسبوسه استغني حياتي درتها في رمضان روعه تستعمليها غير بلا شابلو برك لا شابلو يعني ما ديريش معها دقيق لا نوت كوكو لا نوت كوكو نعم تستجمي في اللي ما يحبوش نوت كوكو تستغني على نوت كوكو ديري كاس دقيق موايا تاع مقروض الموايا ماشي داك الخشين اللي يجي حجز نعم نروحوا للعمليه نروحوا المقادير مقادير نعم المقادير اللي هي كاس بيض نعملو كلش بكاس كاس 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 هذا الكاس يجيب لنا زوج ثلاثة أربعة هكذا يعني يجيب ثلاثة أربعة نعم ثلاثة أربعة كاس بيض دير في إناء كاس بيض وتعمل ملاحظة حياة البسبوسة خبز التونس يعني هذو التخت اللي مشربين دايما نقصهم في الكمية تاع السكر كم شاربين بالسيرو ما نعملوش كاس نعملو كاس غير زوج معارف ما يجيش تخو سكري ما يجيش تخو سكري نعملو كاس غير زوج معارف نعم نعملو كاس بيض نضربوهم مليح بالباتور نضربوهم مليح ونديرو لافاني ونديرو كاس زبدة ونعملو كاس لاشابلور وكاس الموت كوكو وزوج باكي خمارة لا ليفيغ شيميك نضربوهم كامل خلطوها وخلوها تجي اولا نعمل الشربات السيد باش نقول لك على الشربات شربات دائما ونأكد باللي هي الاولى اللي تعمليها وتخليها تجي شربات زوج في زوج كيسان ماء كاس سكر نعملوا ربع كيسان ماء في زوج كيسان سكر نعملوها في كسرونه نديروها طيب ونديروا دائما في الشربات اوندير تاع سيترون باش طلق لنا هذيك البنه ما تجي خفيفه ما تجي ثقيله تغلي كي طفي عليها ديري دايما مورا في حسل وهي سخونه وخلوها تجي نروحوا تدهني البلاطو اللي يروح للفرن السنيما اللي تروح للفرن تدهني كاع بالزبده ولا الزيت وتعملي ذاك الخليط وتخليه يطيب تكوني مسخنه الفرن مليح وتعمليه يعني 180 كل وحده والفرن تاعها كيفاش يمشي 180 درجه ديريه تحمر من تحت وتحمر من الفوق لما تخرجيها تكون الشربه تاعنا طابت واجده تروحي تكامل تشربيها تعمليها كامل ما تقوليش زعما راهي قاويه كاع تخليها هذه العمليه ماذا بها الاخت ديرها صباح انا استغيني لما نوض صباح نعملها الحشيه وفي الليل تكون يعني شاربه في غرضها تكون مليحه بارده نعم طفيها كامل في ديك الشربات تخليها تجي ويعطيك الصحه يسلمك اخت حياه نعملوا لك خان ديسير نعم خان ديسير يعني ساهل ماهل في طوع لي اخت شريه تعملي ريت لحليب واللي ما عندها افراد العائله قلال تنقص دير نص ريتله تعملي ريتله حليب تعملي ربع مغارف سكر كبار كريستاليزي كلش بارد في بارد في كسرونه وثلاث مغارف شوكولا كاكاو تعملي زوج مغارف مايزينا تخلطيهم كاع بالمغرف تاع الحطب مليح 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 نقطه اخت حياتي اللي تحب يعني تقدري تستغني عليه عادي تغني يكون الكو تاعو عادي ولا تحبي الكو تاع ليكسري تاع النوازيت تعملي قطره ولا زوج يعني يجي بنين تعملي ليكسري ولا ما تحبي تستغني عليه تستغني عليه انت وذوق تاعك تخلطيهم مليح بارد في بارد
باغيهم فوق النار. بالمغرف تاع الحطب بسباتشي تخلطي 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 مليح مليح، تسيبيه يثقل، لما يثقل طفي عليه وديريه في لي كوب ولا في لي غامكان اختويا ما عندها. نعم. تخليه يبرد وديريه في الثلاجة، يعني رائع. وش هي طيبة؟ كلمة تتينا يعني مائدة متنوعة، متنوعة فيها التحلية فيها يعني كل شيء، يعني بشر بلتاي في الصحراء يعني يكونوا عندك ضياف. نعم. وهذيك خمديسة بس تقيني نشحى بيا مئة في المئة، يعني أنا نعملها مع البسبوس، يعني كل يعني وصفة نمدها لك اللي أنا مجربتها ونشحى مئة في المئة.